مرحبا، معكم سليم سيدة، ديجيتال ارتست وجرافيك ديزاينر. اغلب المبتدئين بالرسم بيواجهوا صعوبة كبيرة بكم المعلومات الكتيرة اللي موجودة عن الرسم الرقمي على الفوتوشوب. شو هي حجم الكانفاس؟ شو الابعاد الصحيحة؟ وشو الفرش المستخدمة؟ وشو الادوات اللي بتسهل علي الرسم وبتخلي البروسيس اسرع؟ انا رح اختصر عليكم الطريق وأقدم لكم أفضل وأسهل الطرق وبعض النصائح اللي بتخلي شغلنا أسرع وأفضل. خلوكم معنا. خلونا نبدأ. الخطوة الأولى حجم الكانفاس. إذا ضغطنا على خيار نيو بتطلع عنا لوحة إعدادات الكانفاس واللي هي الصفحة اللي رح نرسم عليها. في خيارات جاهزة بالأعلى بقائمة Art and Illustration. في خيار ستاندر 1920x1080. هالخيار كتير مناسب مع Resolution 300 بيكسل بكل مربع على جهاز بمواصفات عادية، بس أنا بفضل اضرب هالرقم باثنين لحتى اتفادى اي بكسلة اذا كانت الرسمة بتحتاج لتفاصيل صغيرة، وبصير حجم الكانفاس عندي 3840x2160. ومنحط صح على مربع الارت بورد حتى نرسم فورا على صفحة شفافة من دون خلفية، وهيك منكون ضبطنا اعدادات الكانفاس وفينا نبلش رسم. واذا شفنا اني موضوع الرسمة ما بحاجة لها العرض منقلل العرض بأداة القص. الخطوة الثانية الفرش. اكيد الفرش الستاندر الموجودة بالبرنامج بتأدي الغرض وقادرين نرسم فيها رسم حلو، وفي فرش خاصة لرسم السكتش او للديجيتال بينتينج. بس إذا بدك تلحق موضوع الفرش الفري وتجرب كل وحدة لحال وتشوف إذا بتناسب طريقة رسمك ولا لا، رح تضيع وقت كتير كبير. أنا بقيت فترة طويلة لحتى جمعت فرش خاصة فيني، وبعد ما اعتمدت هالفرش تعودت عليها وصار الرسم أسرع وأدق. واللي حابب يختصر الطريق ويستخدم المجموعة تبعي رح أترك لكم الرابط أسفل الفيديو. كتير مفيدين وفيهم فرش لأغراض متعددة وكلها بتخص الرسم الرقمي. النصيحة الثالثة، الاختصارات ما رح تصدقوا قد ايه هي شغلة بسيطة وبنفس الوقت كتير مفيدة. بنصح وبشدة اني نتعلم الاختصارات المهمة، يعني مو ضروري نتعلم كل الاختصارات، بس على الأقل لازم وضروري أني نتعلم الاختصارات اللي راح تخدمنا بالرسم، يعني مثل التراجع Ctrl Z، اختيار الفرشات حرف B بالكيبورد، الممحات حرف E، وأداة اللاسو تول حرف L. راح أترك لكم رابط للصورة بالوصف تحت. النصيحة الرابعة، المرجعية أو الريفرنس. كتير ضروري أني نرسم من صورة مرجعية قدامنا، وما لازم نفكر أبداً أني الرسام هو اللي بيرسم من مخيلته فقط. هذا الكلام خاطئ. أغلب المحترفين بالرسم بيرسموا من مرجعية، وإذا بدنا نرسم من صورة مرجعية هالبرنامج كتير بسيط ومفيد. منقدر نحط فيه كل الصور المرجعية اللي بدنا ياها بسحب الصورة بالماوس وتركها بقلب البرنامج، وأي صورة راح نستخدمها بضغطين عليها بتصير عنا على سطح المكتب فوق أي برنامج، وبنقدر نتحكم بالصورة وبنقدر نوضعها وين ما بدنا ونكبرها أو نصغرها. أنا بالنسبة لإلي أنسب طريقة إن تكون الصورة على يسار الشاشة، وبما اني رح انقل منها السكتش فقط بحب اني اضغط اختصار حرف F بالكيبورد مرتين لتصير الكانفاس ملء الشاشة، وهيك بقدر ارسم السكتش من المرجعية ببساطة.
وبحاول برسم السكتش الأول إني يكون كتير بسيط، يعني مجرد إني أرسم الخطوط الأساسية والأبعاد المتناسبة وما بستعجل أبداً. الرسم تحديداً من الأمور اللي بدها طولة بال وتروي، وهيك منكون رسمنا السكتش الأول ومنشوف إذا الأبعاد بدها تعديل. بنضغط اختصار Ctrl T وبنضغط زر يمين بالماوس وبنختار Warp ومنحاول نضبط الشكل بالعين المجردة. وبعد ما نكون رضيانين عن السكتش الأول منقلل الشفافية لصفحة السكتش وبعمل صفحة جديدة للسكتش النهائي. وهيك بكون وصلت لمرحلة الألوان. وبالنسبة للألوان في كتير طرق، وأنا عامل طريقتين بفيديوهين مختلفين رح يكونوا بالاقتراحات بآخر هالفيديو. وبتمنى إذا كنت جديد بالقناة واستفدت من أي معلومة دعم صغير بلايك، وإذا حابب تتعلم الرسم وتطور من مهارتك اشترك بالقناة.